النهارده تشيلي طبعا يمكن نسمع عنها من اقل من 10 سنين، عندهم هاندبول ولكن طموحهم طبعا يختلف عننا. احنا بنسعى للبطوله، هم بيسعوا للتواجد وان هم الفير بلاي وان هم يلعبوا بشكل كويس ويأدوا اداء كويس في البطوله. فاعتقد ان شاء الله يعني تبقى لقاء قوي. احب اقول للمنتخب المصري ما تستهونش باي فريق. لو اتكلمنا على تشيلي فهي لسه داخله حديث الولاده زي ما بنقول لبطولات العالم. البطوله بانها 32 دوله فدخلت متواجده، اعتقد ان فرق كبير جدا بين المنتخب المصري والمنتخب الشيلي. الموضوع مختلف جدا مش زي كره القدم، الموضوع بعيد جدا، في فارق كبيره جدا. واعتقد الماتش ده مباراه مهمه او افتتاحيه مهمه جدا بعدم لعب المنتخب المصري ماتشات في تحضيريه، فاعتقد المباريات دي متدرجه شويه. نبدا بشيلي ودي مباراه يقدر الخواجه او يقدر المدير الفني باروندو يقدر يشوف لعيبته كويس جدا. اعتقد مباراه الافتتاح دي مباراه مهمه جدا لحضور المنتخب المصري داخل هذه البطوله.